كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي عن أن وزير الخارجية السابق ووزير الدفاع الحالي أفيجدور ليبرمان طلب عددا من رجال الأعمال الإسرائيليين بزيادة التعاون مع قطر، مؤكدا أنه تربطه بأمراء قطر علاقات قوية للغاية. وأكدت أن ليبرمان عقد لقاءات سرية مع رجال أعمال قطريين وإسرائيليين بإحدى العواصم الأوروبية بهدف زيادة الاستثمار المتبادل بين دوحة وتل أبيب. وأوضحت القناة أن ليبرمان التقى كذلك مسؤولا كبيرا في العائلة الحاكمة القطرية، رفضت القناة الإفصاح عن اسمه نظرا لحساسية منصبه الآن.